إذا على بركة الله، تحية الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم قلنا غادي نعطيو بعض النصائح للمرأة بصفة عامة في الحياة العامة، وبعض النقط اللي كنشوفوا فيهم يعني خلافات كيتركبوا لنا عليهم خلافات اللي كنصدقوا في نساءات وكنصدقوا في مشاكل وكترشنا الأسرة والمعاناة، والإنسان اليوم أصبح كيعيش على المعاناة كبيرة. اليوم كما كنشوفوا يعني هذا العصر هذا هو عصر يعني صراحة يعني الإنسان ما عارفش كيفاش يعيش فيه، يعني الإنسان معدب. اليوم المرأة أصبحت معدبة. ما معنى معدبة؟ معدبة لأن ما بقاتش ديك المرأة قد ديك المرأة اللي ملي كتنوض الصباح كتفكر شنو غادي تعمل. هاد الصباط قدامت الموضة ديالو، هاد الشنكلة ما بقاتش هي هذيك، هاد البسطام ما بقاش هو هذاك، هاد المكياج باقي خصني، هاد البارفان باقي خصني. أوكي، هادشي كامل من حقك تفكر فيه ومن حقك تقول خصك يعني تكون على اجمل صوره. اي امراه كما كان نوعها خصها تكون على اجمل صوره، ولكن هل خدمتي على نفسك؟ هل خدمتي على نفسك قبل ما تخدم على المظهر ديالك، او لا باغيه تخدم على المظهر عاد تخدم على نفسك؟ هذا سؤال كنعطينا اي امراه جالسه معايا هنايا. اي وحده منا كتنوض الصباح كتشوف في المرايا، خصها باش تمسح وجهها خصها الكريم، خصها المقشر، خصها الريسي، خصها الريمي، خصها ملايين الاشياء خصنا منها كنوضو مع صباح. وفعلا خصنا الاكسسوارات يكونوا متنوعين ومتغين، هادشي مزيون. ولكن انا سؤالي ان كل نساء العالم، واش هاد النساء كاملين اللي كنشوفوهم مزوقات ومعدلات ومكيات بالمكياج وبالدي بوساكو يعني وبديل هاي كلاس، يعني واش كاملين نقدروا نعتمدوا عليهم في المجتمع؟ واش عايشين السعاده؟ اغلبيه ديالهم الساحقه عايشين تعاسه، غالبوتوكس كيشير والماركات كيشيرو، والداخل فراغ، فراغ في الداخل. تقرب من عندها الحياه عند ما كاين حتى شي حياه. اولا بعد الحب ما عندهاش، ما عرفاش شنو معنى الحب في الحياه، لان ما خدمتش على راسها. انا كنكون اي امراه على الكون كيف ما كان جنسها وعرقها ولونها وشكلها، الا ما حبتش راسها كيف ما هي، واخا تعمل بوتوكس واخا تعمل اللي عملت، ما عمرها غتلقى الذات ديالها، وغادي تعرف من هي. دائما غتفتش على الجديد، وغادي تبقى كتفتش على الجديد حتى تمشي للمقبره، والحب ما كاينش. ما عمرها غتجبر داك الراجل اللي غادي يبغيها يعني. ومادام هي ما كاينش الحب، المراه اللي كتعيش بلا حب فاكيد غادي تفتش على الحب في المكان الخاطئ، غتفتش على الحب في واحد الطريق اللي ما هيش صحيحه. والمشكل ان من غتفتش على الحب في واحد الطريق اللي ما هيش صحيحه، انك غترجع غيستعملوك كتجاره البشر. لان ما معنى تجاره البشر؟ غير تشرو فيك. من هم؟ انا لا ادخل فيما من هم، انا مبرقم ونسيت فهم. كل ما انت كتهافت على المكياج، كتهافت على البوتوكس، كتهافت على السيليكون، كتهافت على الشعر بالبلاستيك، كتهافت على الشفرين ديال البلاستيك، فهما كيبيعوا لك داك الشيء. ولكن واش عايشه الحب؟ هل الهرمونات ديالك فيهم يعني كتفرز الهرمون ديال التستيرون، عندك الهرمونات اللي كتفرزوا السعاده التفاؤل وهذا؟ لا ما كاينش. عندك الهرمونات غد الستريس والكورتيزول الله يستر ملي كيصبح الصباح، يعني الداخل ديالك فارغ ما فيه والو. والمشكل ما بقاش غير في الداخل ديالك انه فارغ، كنمشيو للعقل ديالك كنجبروك زيرو. الداخل فارغ والعقل زيرو، يعني الجوهر ديالك كامراه، الجوهر ديالك يعني الاسونسيال ديالك، والجوهر ديالك كامراه العقل، والداخل ديالك فارغ. من واخا تعدل برا، واخا تزوق، واخا تعيط تزوق. لهذا كنشوفوا بعض النساء من علاقة 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 جلست مع 15 رجال وتزوجت ب 20 واحد، واش هاد الرجال كاملين ما صالحينش؟ واش هاد الناس هاد الرجال كاملين اللي قوسيهم او اللي شتيهم او اللي عملتي معاهم علاقة او اللي وقفتي معاهم او تكلمتي معاهم انهم حماق او لا ما كيصلحوش؟ لا، ماشي هذا هو الخطأ، هو انك العقل زيرو والداخل ديالك زيرو. والحب بعد انت قبل ما تفتش على الحب من الخارج خصك تحب نفسك كامرأة، الداخل ديالك. وهذا كيجي من التغيير، يعني الإنسان على الأقل يعني يبدا الحياة ديالو كل يوم ولو يعرف يقرأ غير سطرين من أي كتاب كان، سواء من القرآن، سواء من كتاب يعني من فلسفة، من تاريخ، من جغرافيا، من فيزياء، من كيمياء، من علوم ساينس، جورناليست على الجورنال ساينس، أي حاجة ولو غير سطرين.
سطرين كتعاود عليهم كترجع تقرا صفحه، صفحه تعاود عليها تقرا ترجع تقرا، لان العلم هذا كيتعلق بالعقل. العلم مفروض على كل واحد، على كل انسان مخلوق، هذه فريضه، وليس من اراد اراد ومن لم يريد لم يريد. لان احنا العرب باقي ما عندناش هذه الفكره، احنا العرب باقي كنفكروا بان البنت ما حتاجش تمشي لليونيفرسيتي، ما حتاجش تقرا. العلم فريضه، طلب العلم فريضه على الذكر وعلى الانثى غصبا عنكم. اذا حنا من غادي العقل غيرقى والداخل ديالنا الروحانيه ديالنا غادعله، يمكن نخرجوا للخارج، نعطيو مظهر خارجي. ونأكدكم انا بعض الاحيان نقدروا نجبروا واحده كبيره في السن وجهها كامل مكمش، ولكن منين تهضر معاها كتعطيك الاطمئنان والراحه، لان الداخل ديالها خدمه عليه والعقل ديالها خدمه عليه. واخا ما خدمتش على المظهر الخارجي، ولكن كتقرب من عندها كتحس بالرحمه وكتحس بالخير وكتحس. وكتقرب من عند وحده الشلاقم ديالها ملويين بالبوتوكس، الخدود ديالها مخرجين الله يستر، كتلعب في حلبه الملاكمه، عطاوها شي بنيه حتى خرجوا لها داك هذو مرجعوا كيطلعوه مهيده في السماء. الشعر الله يستر بحال الشعر الهيدو، راه كامل مهبط ديال البلاستيك، كتخلع شي يدك الله يستر، وداك الضفرين ملصقين. يلا طفل عيي كتوضا وما كدير الطهاره الداخليه للجهه السنس، ما فهمتش انا الناس كيفاش كيعملوا. المراه بالضفرين قد شي، واش انت ما كتوضا ما يعني ما فهمتش. عرفتي بعد الاظافر شحال الميكروبات كيجمعوا؟ هو الميكروب كيفتش على الميكروب، الميكروب شيرش الميكروب، يعني هذه قاعده. الطفل قد شي يعني كمون، واخا تكون في الاداره خدامه يعني حتى باش تكلي على الكلافي يعني باش تخدم في الاورديناتور، يعني ما عندها حتى شي معنى. كل نهار كل سيمانه خصك تمشي تعمر داك الضفرين، كل نهار خصك تعمر داك الضفرين. الضفرين هيدا حلتو انك تعمل هكذا الله يسر بالطبقات يدك هيدا منزلين بالطبقات. علاش الله ما عطاكش الضفرين ديال داك الاصليين نتينا؟ دابا ما بقاوش كيكتفيو بهذا المكياج، دابا رجعوا مشاو حتى للطاكي، مشاو بعادين. يعني كيشبروا مواد كيحطوها على الجلد ديالهم وكيعملوا صوار وكيعملوا الله يسر وصافي، مصيبه كحله. حتى في الطب الا وقع شي حاجه في العائله ما تقدروش تعطوا حتى الدم. الاخر اقل يعني اقل شيء يعني تقدروا تنقدوا به شي واحد. عائلتكم، ولادكم، اخواتكم، الاباء ديالكم حتى جو دم، خصنا نمشيو حنا للخارج نشوفوا شكون يعطينا الدم. نعم ابتسام، طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، صحيح، ولكن انا هنا كنقول على كل انسان مخلوق. هاد المرأة اللي كنهضر عليها، هاد النوع اللي رجعنا كنشوفوه يعني بواحد الصورة، وكيثيروا موراهم البنات وكيثيروا موراهم النساء. شحال من مرة طلقت في السبد هاد النوع هذا، كتقول واشوف كيف مياه، شوف الشفيفة كيف نمشي، حتى أنا باش نعدل، حتى أنا باش نعدل هذه، حتى أنا باش نعدل هذه، يعني وتابعين وعاملين الفيلارات وعاملين المصاريف والشفيف ديالهم، بعد هذاك الشفيف كينفخون، كتجبر الشفة طلعت وأخرى هبطت. دقموم عواج الله يسر يا ربي والسلامة. كتخسر في المكياج، كتخسر في الحوايج، وما عندكش الميزانيه ديال الكتب تعملهم في دارك. هذا راه مشكل هذا، لان اللي كيسبق هو العلم ماشي كيسبق المظهر الخارجي. اللي كيسبق هو العمل والاشتغال على الذات ديالك، على الجوهر ماشي على المظهر. ها انتم رجعتوا هاد النساء اللي كنهضر عليهم من ناحيه المظهر، كاين ملايير لا يعدون ولا يحصون. وحده كتزيد نفس اخرى حتى ما بقيتوش كتبانو يعني بني ادم. رجعتو فواحد الصوره اللي هي والله كتشوف الندم حتى كتخلع منه. ما بقيتو راضيين باللون ديال الاعين ديالكم، ما بقيتو راضيين بالشعر ديالكم، ما بقيتو راضيين بالضفرين اللي عطاكم الله، ما بقيتو راضيين بالشفرين اللي عندكم، ما راضيين حتى بشي حاجه. والدليل على ذلك شعر البلاستيك ملصق، الشفرين ملصقين، الضفرين ملصقين،
البوتوكس عاملينهم هنا الله يستر هادو، تقول في الحلبة الملاكمة طلعتوا شي واحد عطاكم شي بنيه حتى خرجتكم هادو، الشفيف ديالكم الله يستر مقلوبين كاملين، ما عرفتش داك النوع داك الشلاقم اللي عاملينهم هيدا معلين ما عرفتش، لان هذاك للاثاره الجنسيه فقط. اذا نسينا ماشي امراه، حنا كنا كنعرفوا العاهرات كيكونوا في المطاع ديالهم، دابا ما بقاتش العاهره كتبقى، دابا نتوما قللتوا كسستوا السوق حتى على العاهره، يعني العاهره صافي تسقل ما بقاش عندها مهنه العاهره، لان العهر كان من قديم الزمن. اذا هنا كنشوفوا بان العاهره ما تقدرش على هذا الشيء، هذا ما بقاش داك العهر اللي كان معروف، بنادم كيعرف الا بغى شي عاهره ولا ما كي الناس ما كناش كنشوفوهم اصلا، العين ديالنا كانوا حمدين عليها الله وشكريناه. دابا الله يسر كتخلف في الزنقة مصيبة الكحلة. أما إلا عندك شي راجل خصك ديه باللسان، دابا الراجل ربي الحبيب عملوا لهم هاد الكمامة بصح يزيدوا لهم شي كمامة على عينهم من الرجال، ما يبقاوش يشوفوا هاد الشياطين، هادو شياطين الإنس. الراجل رجع كيخرج مع مراته، ما مشاش في الطريق، ماشي هو كيتلفت يمينا وشمالا، قبل الراجل كانت كتصردو الزوجه ديالو باش يتسخر شي حاجه، نص ساعه كتجبرو رجع للدار، دابا ما بقاش كيعمل نص ساعه الصخره، خصو 3 4 ساعات، لان كيدي الوقت الكبير في الطريق تشوفها مدوخ ضايخ، يشوف هادي ويشوف 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 هادي ويضحك مع هادي ويضحك مع هادي ويبسس مع هادي ويشوف هادي ويهبط من نظره ويطلع من نظره ويدور ويتلفت يدور ويتلفت، ما بقاش داك الراجل اللي عنده حنكه انه خارج حاني راسه ماشي، يعني الدنيا الله يسر طايح اكثر من نايض، طايح اكثر من نايض. دابا المراه مزوجه وهي يدها في قلبها، المراه مزوجه وهي كترعد، شو يرجع شو ما يرجع، شو يكون شو ما يكون، شوف على حياة، شوف على شوف على مصائب، شوف على فتن، فتنا راسنا وفتنا العالم كلشي مفتون معانا، وحتى حاجة والراحة النفسية ما كايناش، الراحة النفسية ما كايناش، الثقة ما بقاتش إلا ما رحم ربي. وملي كيصبح الصباح ملي كيصبح صباح كيف كتنوض وباش تهبط غير للحانوت خصها تعمل شعر بلاستيك وخصها تعلي وخصها تعدل وخصها تزوق وجا غير للحانوت باش تطلع الخبز من عند البقال، لمياء الحوات ولا اللي بغيتي تكون، لمياء جلس ولا باب زنقه، جلس و الباب سمعتي العربيه كتفهم بعد العربيه ولا نقول لكم مترجمه 13 لغه، sit down if you are not interested the door you have open get out، ما بقاش تعمل لي انا make me headache over here if you like if you don't like the subject you have you, who invites you nobody so please you can sit if you are not interested ما بقاش تضيع وقتك الباب زرقاء حداك. انتم هما اللي خرجتوا على العالم وخرجنا على بيوت وعلى اطفال وعلى بنات والتشرد والاطفال الزينه والمصائب الكحله كاينه في الكون، كتضحكوا على القرد كتبيعوا القرد وتضحكوا على منشره، هما انتم حالك نسي النوع ديالك لمياء كتبيعوا القرد وكتضحكوا على منشره. يو نشوفك باقي كتعلق شي تعليق، الا سميتك انا لمياء الا لا الوميئة، الا سميتك انا لمياء لان انت غير الوميئة مستحيل تكون لمياء، هو عاود كتب هنا يلا وانا هضرت معك.
يعني هنا في هذه الحاله هذه كنشوفوا بان الحب ما بقاش. الانسان يحب راسه ويحب اهله ما بقاش. والمراه خصها تعرف واحد النقطه من هذا الشيء كامل اللي كنهضر، المراه اللي ما عندهاش الحب الصحيح في الحياه ديالها راه ميته، راه ميته. المراه اللي القلب ديالها ما كاينش فيبراسيون، ما كاينش اتراكسيون من واحد الانسان في الحياه ديالها، تنسى الموضوع. والله ولاد عدل ماشي شعر ديال البلاستيك، والله ولاد عدل الهيدوره ديال البلاستيك في راسك لا قيمه لك. مع راسك مع الدواء شتي ملي كتعمل راسك على البيلو على المخده ركد عاني، لان الحياه خصها تعرفها التي هي سيدتي الفاضله. المراحل كل مرحله عندها قوانين نموذجيه اللي خلاهم الخالق فيك في الجينات ديالك. واش نسينا غدابز وتتعارك مع الجينات اللي فيك من داخل عطاهم لك الخالق؟ ميمكنش. نسينا اصلا التركيبه ديالك، اصلا التركيبه ديالك ما جا من الحيوان المنوي والبويضه، يعني من جزء من الذكر وجزء يعني كنرجعوا النفس. سبحان الله، الراجل اللي كان هو الاول خرجت المراه من الضلع ديالو في الاخر التكاثر التناسل كنرجعوا النفس القاعده. اذا واخا العيال عدل، اذا كنتي كتظن على انك الشعر ديال البلاستيك والشفرين ديال البلاستيك والضفرين ديال البلاستيك كل هاد الاشياء والمظاهر الخلاقه المظاهر المزيفه هي اللي غادي تعمل لك الحب، غيجي شي واحد غادي يتعمق في الحب ديالك، راك غلطه. خليوهم يبغيوكم على الجوهر ديالكم، ما يبغيوكمش على المظاهر. اولا يبغيوكم على الجوهر ومن بعد نمشيو للمظاهر. خليوكم يبغيوكم على العقول النيره ديالكم، لان اللي جي على مظهر الا بغاك راجل على مظهر كن على اكيد انه غيخليك، لان المظهر كاين مليارات المظاهر. انت كيقول لك عقلك طوب، كاين طوب زائد واحد موراك، كاين طوب زائد جوج موراك، كاين طوب بلس 3 موراك، كاين طوب بلس 5 من موراك. جامي دلافي، يعني ما تظن يعني نيفر يو ويل ثينك ذات يو ار ذا توب او ذا ماكسيموم، لان هذه كلها مظاهر. وكل نهار نقدروا نعملوا مظهر ونزيدوا عليه، كل نهار نقدروا نغيروا الماكياج، كل نهار نقدروا كل شيء كيغير، كل شيء الله يستر كل شيء كيجري، كل شيء كيجري، كل شيء خصو الناس خصها غير طيح. وهي ديك المراه كتجري كتخسر فلوس كتقول على وعسى نطبر على محمد ولا حميدو غيعطيني وغادي نشري هذا الشيء، هي كتبقى عايشه حتى كيوصل واحد السن كتشوف بان هي ماشي في الطريق الصحيح. كتعلق قلبها بهذا عوداس، عاوجي علق قلب اخر داز، لان علاش؟ تينا دابا غقل لك السلام ولا ضحك لك عند بالك الجوهر ديالك، لا ماشي ضحك لك الجوهر، هو ضحك لك على ذاك المظهر ديالك، ضحك عجبتيه بداك المظهر هذاك. غدا غيشوف وحده بواحد المظهر زيد عليك غير واحد شويه غتعجبو اخرى، لانه هو ما جلسش معك ودرس الجوهر ديالك وعجبتيه من ناحيه يعني بالداخل، عجبتيه من برا، ورا كتشد عليه الباب كيبقى برا. إذن بزاف ديال الناس عايشين هاد الظاهرة، وبزاف ديال النساء عايشين هاد الظاهرة، وبزاف ديال النساء عايشين يعني تعاسة، تجري كيقيلو يجريو، كيعملو المستحيل ويسلفو ويتقطعو ويتبطعو باش يلبسو ويعدلو. فعلا كدور مع المراية وكتشوف المظهر جميل، ولكن سيدتي الفاضلة هل داخلك جميل؟ هل تفكيرك جميل؟ لا. إذن هنا عندك جوج المقياسات اللي هما من اجمل الاشياء اللي كنخصهم يكونوا طوب عندك دنيويا، والمظهر اللي هو دنيوي عندك انت علوي، اذا ما عمرك دربح نتينا في الخساره الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هيداك غادي تبقى مع داك المكياج ومع داك التعادل ومع داك الجري والكعبه وما غيبغيك حد. شوف اللي غيبغيك، اللي جا جوز يومين ثلاث ايام ويعلق كاين غا زليق. وهاد المشكل هذا راه ماشي انك نتينا فاسده، هاد المشكل لان الفكر كيفاش عندك، كيفاش كتشوف الحياه كتشوفها بالمقلوب. لو كنت تركز واحد شويه وتجلس مع راسك انك خصك يعني خصك امبرت يعني الفيرت كيفاش كنقول بالعربيه، خصك يعني تخسر على نفسك من الداخل ديالك من ناحيه الروحانيات ديالك من ناحيه الاخلاق ديالك وعلى عقلك، يعني انك خصك تنمي القدرات ديالك وداكشي كان غيكون شيء اخر، كنت غتشوف الحياه بشيء اخر. أمي حبيبة أول مرة ندخل معك هدرتك كتحمق،
هو ما شتي ام حبيبه والو. دابا ترجع اللايفه ديالي اعملها من جمل الصفحه وحاولي تسجلي ورجع للمواضيع ديالي باش تستافدي ان شاء الله باذن الرحمن. مرحبا بك. سميرة سي محمد مرحبا بك. اليوم للاسف الشديد ولي انا كيهز لي القلب، كنشعر يعني كنشعر يعني بالخزي، وهو ان طفله عندها عامين وثلاث سنين وكتبنترو لها يدها. طفله طفله لا زالت يعني في يعني باقي عاد تخلصت من الرضاعه متسدد الام ديالها، كتجي يماها وكتبنتر لها يدها وتعكر لها دقمه. يا لها يا لها يا لها يعني من مهزله، مزبله التاريخ. اين وانت من الام اللي كتعكر لبنتك وتعدل لها في ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين؟ الا هي طفله كتدخل في هذا عالم الغرائب والعجائب. اطفال طفلات هذوم انا كنشوفهم بعيني، ماشي شي واحد قال لي، كتبنتر لي ما هيدا. يلا هذه ماشي مصيبه، كتعمل لها المكياج تعكر لها وكتشيلها، والمشكل هو انها في ما تمشي تشري لذلك لي جو باش تلعب وداكشي كديها المطعم ديال المونيكات والمطعم ديال الشعر ديال البلاستيك، كتعلمها يعني كتعطيها هذيك الثقافه ديال الخزي وديال المظاهر باش تخلي بنتها دائما تخرج من العهر. هذه ام هادي ها بنتك عندها عامين وانت كتنتر لها يدها ما كتحشمش. ايوا هذيك منين تعمل 10 سنين شنو غادي تعمل هذيك؟ وفي الاخر تقولوا بان عندكم زينه المحارم، انتم السبب، النساء هذو هما السبب. بحال هاد النوع هذا كيكونوا النساء وراء هاد الافعال هذه زينه المحارم، لان زينه المحارم انا ما كنهضرش على كلهم، ولكن بعض الاحيان كيكونوا الطفلات كتعلموهم الفساد من الصغر ديالهم باقيين صغار. هذا راه مشكل في البيت. ملي انت كتعدل بنتك وتعدل لها بواحد الطريقه في حد دمية، هنا راه الله من هذا منكر. غير نضل خاها، نضل عمي، نضل خالي، نضل جرها، الله اعلم. ها؟ في الاخر تجيو تقولوا لنا خاله هو اللي اغتصبه وهذا، وحنا ديك العائله كنشوفها الله يستر عندها 10 سنين الحوجه بديتي كنعلقهم لها. وعلى الاقل حتى عندك 22 23 24 بدات تنطر يدها ولا تعكر، بعدا كيكون عندها بعدا عنده واحد الاستطاعه على العقل ديالها بدا كيخدم وكينضج، واخا كتعدل الداخل ديالها خدمتي لها عليه، علمتيها وريتيها رشدتيها. ماشي صافي من عامين نبداو حنا نبدلو اليدين ديال البنات. تشعل الموسيقى وتحزم لها وتقول لها شطح. كيفاش كنعلم العائله بقى عامين خصها تشطح؟ هذه راه زله. والام اللي هي ماشي ما كيكون عندها لا وعي وعندها جهل كبير، هذا الراجل راه طاح في المصياده. هذا الراجل غايسلم امر الله. هذه ما معاها حياه، ما معاها والو، هذه ما معاها حياه، هذه غادي تكرفصك. وهذوك البنات اللي غادي يطلعوا، لان بنت واحده عندنا في البيت ربيناها تربيه حسنه وصالحه، الباب ديال الجنه غتفتح لك، لا ليك انت كاب ولا ليك هي كام. هادو احاديث عن الرسول، ورجعوا قروا الدين ديالكم. والاغلبيه لهذا النوع اللي كنهضروا عليه، حنا ما كنهضروش على ناس كاملين طبيعه الحال، حنا كنهضروا على واحد النوع معين، هذا النوع الشعر البلاستيك وهاد لامود اللي هي مزيفه وهاد المشاكل هادو، ما كاين لا حب ولا هم يحزنون. يعني ما كيجبروش داك الحب اللي هما با الحب كيجي لهم 15 يوم شهر، الا طولت شهرين ثلاث شهور كيزيد عاود اراء واحد اخر، وهما ماشي اللي كيعملوا هكذا هكذا كيجبروا مشات لهم 15 عام 20 عام من العمر ديالهم، بداو المهنه وما عندهم 12 عام في البحث، وجازت 15 عام و20 عام هما باقيين كيبحثوا ما جبروا والو. يا لها من غرابه. 20 ans 20 years you are searching about the man, you are searching about the love, you are searching about somebody that can love you and you don't find him. لان ما غادي تجبروش، كيفاش غتجبروا انت الحاله ديالك انت كلشي ملصق؟
القهاوي الدنيا معمره، كل وحده كيف كتجي للقهوه. دابا من القهوي ما بقاش قهاوي، فين ديك القهوه اللي كنا قبل كنشوفوا فيهم الرجال جالسين بالجرائد ديالهم كيقراو؟ دابا الرجال ما بقاش كيشوفوا الجرائد، دابا القهوه كتشري جريده كيخليها تما. شنو تشوف الجريده هو عنده جريده كتكون جريده كايزه جريده، كل جورنال يا جورنال، كل جورنو يا جورنو كايز اللي جورنو كايز، عرفت كل وحده كيف كايزه كيبقى هو العنق. الراجل اليوم عنده الرياضه ديال العنق. هذيك داخله من الباب، هذيك طالعه في الدروش، تبارك الله معاك يكون داك الشيء تبارك الله، الوزن الثقيل الشيء مزيار، طالعه في الدروش كيبقى عامل هيدا كيكمل من هذاك ماشي اخرى عاود شعر في البلاستيك عاود بقى شي جرائد. الناس كيقراو الجرائد وداك الشيء، حتى الرجال كانوا كيقراو واحد الشويش كيستافدوا وكيعرفوا الدوله شنو فيها والامور الزمام الامور كيفاش يخدموا. ما قال القرايه ولا رعايه، دابا حتى الرجال ديتوه معكم من الهويه، خرجوا على راسكم وخرجين على هاد الرجال. دابا القهاوي عاملين بالنساء كنشوف انا اكثر من الرجال. ما فهمتش انا، القهاوي عامرين بالنساء اكثر من الرجال، والجوامع خاويين. تجي تقولوا لي اسلام. انا مسلمه. انا مسلم. انا تجمع راسك لا غتجمع راسك، خليك انا مسلم وانا مسلمه، تضحكوا عليا انا هنا. الغريب في الامر هو ان حياتها كامله وهي سعايه. اغلبيه هاد الناس اللي كنهضروا عليهم حنايا اغلبيه الحياه ديالها وهي سعايه، كل علاقه خاصها تسعى فيها. مش شارج دي التليفون كونيكشن ديال التليفون لا كونيكسيون اللي كتعملها الا ما غير ذلك. وفي الاخر كتقول تضحك عليها وزاد معاها في حلباب، ماشي تضحك عليك هو تخلص في المقابل. فين عطيتيه الجسد ديالك وعطاك المقابل الماده، اذا جسدك يساوي الماده، جسدك يساوي الماده، انت لا تساوي شيئا. داخلك فراغ مجموعه فارغه، عقلك فراغ مجموعه فارغه، وانت تدوري في حلقه الفراغ، والفراغ كيكون فيها الشيطان الظلام. هادشي اللي كاين حبيبتي، مابقاوش تكذبوا على راسكم. زاد عملت معاه، شنو عملتي معاه؟ علاش عملتي معاه؟ شكون قالك تعمل معاه؟ على حنا جينا في هذا الكون باش نبداو نعملوا مع بعضنا؟ ها شكون خلاك تعمل معاه؟ ما عندكش ضوابط خلاهم لك اللي خلقك، عندك ضوابط خلاهم لك اللي خلقك، احترمهم بلا ما تسمعني انا، احترم الضوابط اللي خلاهم لك اللي خلقك. فضينا الصداع، ولكن انت ما احترموهوش، انت باغيه تعمل ضوابط ديالك انت وتخلق يعني مناهج ديالك انت وتختار الدستور ديالك انت بحريه وديمقراطيه وتفتح على وكتعطيك جسدك انت. اذا هنا كتبيع الجسد ديالك مقابل، اذا زاد ولا بقى دبر على واحد اخر. مابقاش تضحكوا على الناس وتعدوا لهم الخرافات والخزعبلات والهرطاقات. الناس راه خاصها تبدا تفهم، والناس خاصهم يبداو يفهموا. نعم حنا الاخت كتقول الفقراه بجوج بهم مسؤولين، حنا كنهضروا على هاد القيمه الماليه اللي خصها المراه رجعت اليوم كتستهلك، اما الراجل باقي ما كيستهلكش هادشي كامل اللي كتستهلك كل مره. وهذا الشيء كامل رجع دخلنا باش نزيد معكم واحد النقطه خطيره اللي ما انتبهتولهاش، خطيره وبزاف د الرجال راه ما ردينا لهاش البال. واقسم بالله الى هذا النوع د هاد النساء اللي هما بهذا الشكل هذا كيضطر الراجل معاها باش يدخل واحد العالم اللي هو عالم اخر، كيستعمل الغبره باش يبقى يشوف النجوم ويشوف يشوفها مع كطر في السماء ولا مع كيمشي للغبره ويمشي للمخدرات، كتكون هي سبابه. كيقول انا نجرب معاه حتى الشراب، انا نجرب معاه هذا. نعم شحال من رجال فسدوهم النساء، هذه نتوما ما كتشوفوهاش. انا كنقول غير اللي كاين، وبزاف المعطيات راه ماشي غير الرجال كيفسدوا النساء، حتى النساء راهم فسدوا الرجال. يعني المجتمع عندنا حديث بدون حرج، ما كاين غير الطايح اكثر من النايض، وبنادم فاتح دقمو وبنادم غا ماشي كيكون درويش ما على بالوش، حتى كيتلقى مع شي شحال البلاستيك شي مصيبه شي لا صيانه حتى كتدخلو في المعركه. كيبدا حتى هو خصو يجرب، حتى هو خصو يشوف ديك العالم شنو فيه،
وكيدخل، ما كيدخل ما كيخرج. تبع الشعر في بلاصتك تصدق في المواقف في المصائب الكحله. ربي الحبيب جا هاد الكوفيد حبس واحد شويش الناس دخلت من الديار ديالها، بقاو بعد داكشي كيعملوا غير في التليفون. وغادي طيح اكثر من هذيك. الله يستر الناس، الله الله يجينا ويبقي السلامه. يا ستر والستر، يا لطيف ولطف. عرفتوا ما يعني؟ يعني احداث وقصص لا يصدقها العقل البشري الواعي ولا المنطق. كل المقاييس يعني مين ما بغيتي تدخل داك الحدث او داك ايفينمون تدخلوا المخ ديالك راه ما كيبغيش يدخل. دار لانيس الغزاله، مرحبا. هاد الكوفيد قال لك، يقول لك مثال عسى ان كنقول مثال عفوا، كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا بالنسبه لي هاد الكوفيد جا الله يرفعوا علينا بطبيعه الحال الان، ولكن جا كان في الصالح ديالنا. بزاف ديال الناس يعني هادي كانذار باش نردوا بالنا. كوفيد راه عبى بزاف الارواح اللي باقيين ناعسين وباقيين مع شحال البلاستيك وباقيين مع يعني باقيين زايدين في الهويه. الكوفيد في العالم ادى ارواح كثيره لا تعد ولا تحصى. لو كان لو كان حرب عالمي، انا اظن على انه ما كانش يزهقوا هاد الارواح اللي زهقوا بهاد الكوفيد. ورغم ذلك كاين بعض الناس ما عطينا له لا اهميه ولا نص الاهميه. اذا اللي بغينا نقولوا للمراه يعني ادرد بال على هاد النقطه ديال المظهر. راه المظهر غادي يغرق، والمظهر الا دخلتي فيه وانتين خاويه من الداخل ديالك ومن الخارج ما غتقدرش تكونترولار. ومن غتدخل راه خصك ما عرفتش كيفاش تعمل تخرج. هنا غتضطر تعمل اشياء، لان هاد المظاهر هنا كيجيو خصهم الفلوس. هاد المظاهر بنت الناس خصهم الفلوس. هنا غتبدا تكذب، تقدر تدخل في الناس، تقدر تدخل في الاحتيال، تقدر تدخل لعالم المخدرات، تقدر تدخل لعالم الدعاره. واش غتدخل اللي تقريني في الجامعه؟ نو نيفر ايفر. واش غادي تمشي للي كلينك باش هذا؟ واش غادي تعملي التطوع؟ نيفر ايفر، لان نتينا في عالم اسود راه يديك مساوات. وهاد المظاهر هذه كامله، لان علاش؟ يا ريت لو كان هاد المظاهر عندك الخدمه، خدمتي على عقلك وخدمتي على الداخل ديالك ومشيتي للمظهر، فهنا عندك واحد التوافق بعد على الاقل، لان لانتيريو ديالك خدمه عليه دو دو كوتي يعني من فوق ومن تحت خدمتي عليهم، فالمظهر الخارجي كيبقى ثانوي. اما الجوهر الداخلي هو الاساسي، خاصو يكون في اليد اليمنى. اما المظهر الخارجي وهو يد اليسرى. المظهر الخارجي فقط كمكمل، بحال ما شنقولوا عملنا واحد الشلاضه، عملنا يعني لي زانغغيديون ديالها كامله، شبقى لنا بقينا نقطه الزيت ونقطه الملح ونقطه الخل. نقدروا حنا ناكلوا ديك الشلاضه بلا خل وبلا ملح وبلا زيت، صح ولا لا؟ ولكن ما نقدرش نعمل انا طاسه فيها خل وملح وزيت ونقدر ناكلو بوحدو. فهمتوا شنو المعنى؟ يعني خصنا لاباس. راهي لا ما كانش عند المراه لاباس، واخا دعيه تعدل، واخا تقيل تعدل، وتبتوا انتم ما كتقيلوا تعدلوا، تبتوا تعدلوا. كلشي مقلوب عندكم، كتقيلوا تعدلوا. والمشكل العويص ان بعض النساء راه كيعدلوا كيسعوا الحوايج للصديقات ديالهم. ما كيكتفيوش بداك القدر ديال الملابس اللي عندهم، كيمشيو من عند الصحاب يجيبوا ولا كيكريو. تصوروا الناس رجعت الكراء الملابس باش تلبس عليها حوايج ناس اخرى. للاسف على قاعده رجعت هذه، للاسف الشديد. وهنا فكنشوف انا كنبقى نشوف وكنقول لا حول ولا قوه الا بالله. واش عباد الله العرس فرح نمشي انا نكري تكشيطه باش نحطها عليا؟ هذه ماشي مصيبه. ما تكونش عندي ثلاثه ولا اربعه تكشيطات ديالي ونعملو ونمشي على قد الزمن. انا داك التكشيطه اللي جايباها واخداها وحطها عليا، واخا مصبنه واخا محلده، كاين بعض التكشيطات ما كيقدروش يتصبنوا، كيقوزوا عليهم غير بالضو ولا بالماء. يا ريد توريد، يا
شي ولا يجلس على بالي انا ميسي غيعطيني هنا كيعطيني انا ملاير. جلس جلس مشى مشى الله يعاون ولدي. قال لي ميسي راه ماشي من برشلونه. قلت له يمشي ولا يجلس. مالش كل اللي ماشي يمشي لي انا يمشي ولا يجلس. ميسي عمير علاش يدور ميسي جا مع الملاير ونبقى نفكر انا ماشي ولا ماشي. مشى الله يعاونو الله يجيب له التيسير. شحال نعملو له ميسي جمع الملاير والكرات الذهبيه عنده لا توعد ولا تحصى. وقال اسس لي انت على ميسي عندك تما دير براسك. عندنا واخا واخا إمام بودر له راه طبيعة الحال هذوك غادي يتبلوكاو. حاولوا نعملوا جيم صفحة الله يخليكم باش نقدر نعمل أنا اللي بلوك. أنا اللي غنبلوكي مباشرة الآن إن شاء الله. حاولوا نعملوا جيم نطاق واسع باش نخرج هاد الناس اللي كيدخلوا يبسلوا عليا. فاطمة الزهراء اختي ما دعمش راسك فيهم. هادو ملي كيعملوا لك الملصقات هنا اللي غادي يعمل لي شي ايماج لهاد الملصقات غادي نخرجوا برا. يلا يعني انا خصني البلوك خصني يجي باش نقدر نزيد البلوك. والله الا ماشي ميسي قال لي يمشي ولا يجلس. على مالو ميسي عامل لي عمل تطوع هنا كيخرج عند المساكين وناقدني الناس هنا في اسبانيا برشلونه ولا ميسي قال لي حاجه راسو الله يعاونو والله يزيد من امثاله. ولكن خصنا نكونو قدوه هو ماشي ماشي بالخبزه ديالو معاه. نبقى نطلع انا على واحد اخر خصني نخدم على راسي. احنا باقيين في نفس المشكل. زيزو خويا قول لهم انت بلوكتك ما عرفتش انا هضرت معاهم. المهم راه البلوك خدام ها اللايف غادي يطيح الا ما كانش جيم الصفحه. فالفت الناس تقريبا الا عملتو كاملين بكم جيم انا مستعده نبلوكي حتى 100 نهبطهم في ساعه ديال المكانه خرجهم بحالهم يمشوا بحالهم. لا سي احمد ما عنديش حاجه نبلوكيك بالغلط ولكن رد بالك شنو كتكتب. نو جو بلوك با يعني ولكن غيست ترونكي سيلفو بلي لان المهم ديك كاباجيرو جلس ولا الباب. اذا هيا دخلت صفيا غادي تعمل بلوك. عطوني ثواني باش نكملو. ربي يخليك عايده. نيسيسيتون محتاجه جيمات لان باش نبلوكيو حنا كنبلوكيو ولكن جيمات. نعم اذا باش نزيدو نكملو غنستنو عزيزه فيلا مرحبا. فلوغ الغزاله احباب ثاني احبو كيف ما احباب ثاني الله يعطيك الصبر. سناء بونسوار ما الشيخ حنان بونسوار الغزاله. اذا باش نزيدو شويش بعض النقط اللي مهمه خصنا نقولوهم من هاد النساء هاد النساء هاد العصر هذا يعني الاخطاء اللي عندهم. حنا انا اللي كنقول انا من النوع اللي كنعشق لاموت من النوع اللي كنعشق يعني الكلاس من النوع اللي الا ما كانش صباط في رجلي يعني المارك اللي هي عالميه ما كنحطوش كلشي هادشي اي ماشي غير انا اي وحده ولكن انا خدمت على راسي خدمة على راسي يعني كيف عندي ميزانيه ديال الملابس والمظهر والمكياج عندي ميزانيه ديال الكتب شهريا وماشي غير انا عندي 3 بيبليوتيك في الدار 3 المكتبات يعني هذا كيدل
هذا بعدا كيدل على ان العقل الفوق، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا من ناحيه صلاتي الحمد لله ماشي ضروري غنبدا انا فيما نجي نصلي غادي نطلع معكم بالله يكون قلت لكم انا كنصلي الصباح والظهر، لان هادم عباده شعائر مفروضه، يعني هادم شعائر مفروضه، لا داعي باش نجي نقول انا هنا في اللايف، ولكن الحمد لله كنصليو صلاتنا كنصومو صيامنا. الحج باقي ما مشيناش للحج لان هذاك لمن استطاع اليه سبيلا. الزكاه ديالنا كنعملوها، المسائل اللي مفروض علينا كنعملوها، اللهم لك الحمد. اذا كنكثر من الدعاء، الاستغفار كذلك، هادو الاشياء اللي الداخل ديالنا خصو يعمر به. راه عندنا واحد الفراغ كبير، راه ننسى رجعوا ملهيين، الماكياج كتبقى فيه نص ساعه وانت كتماكي، وخمسه دقائق ديال الاستغفار ما كتقدرش تعملها في النهار. ماشي حشومه هاد الشيء، ماشي عيب، ماشي عيب والله، لا مهزله، مهزله بكل المقاييس. ما كيف الصباح وما كيف العشيه وما كيف الليل، وما كتخسرش خمسه دقائق النهار توقفنا عند القبله وتهضر مع الله. واش عند بالك انك ماشى في هاد الكون بالاراده ديالك؟ شتي ديك اليد اللي كتعلي حيده باش تعمل مكياج وداك الشيء؟ الا بغى الله يقول لك صافي وقف، ما يتعلاش ما يتعلاش. جلطه دماغيه، سكته قلبيه، او شلل نصفي، يعني اذا اراد شيء يقول له كن فيكن. اللي انتين غفله، كل الغفله على هاد المسائل هادو. ونزيدكم حاجه واحده اخرى، النساء راه ما بقيناش كنعرفوا، كاين نساء كيموتوا ب 40 سنه هيدا سرطانات، 45 سنه هيدا، 35 سنه هيدا، ولكن كومو المدن كبروا فما بقيناش كنشروا الجنازات وكنهضروا على الجنائز، الجنازات والموتى بزاف، كنهضروا على المظاهر وكنكذبوا على الكذوب والمظاهر المزيفه للناس باش يبقاو غافلين. الموت راه معبيه، خلونا من الكوفيد ومن هاد، احتاج نقول لكم، ما احتاجش نقول لكم هادشي اللي كنعرف انا شخصيا من الناس اللي كتموت صغيره هكذا. نعم، سرطانات، سرطان ثدي، سرطان الرحم، سرطان الدم، سرطان العظام، سرطان المخ، سرطان ولا من غير سرطان، سكتة قلبية، مجموعة من المشاكل. هادشي كيبيعوه هنا دابا ساعة، يعني المكياجات والماركات، وجوزنا حتى ديك الناس اللي كيموتوا، عطونا الإحصائيات ديال الناس اللي كيموتوا يوميا باش الناس تشوف. بزاف ديال الناس راه غفله وجالسه في الدار غفلون. المهم هذا خصنا يمشي في حاله ويخرج برا. هاد عادي الكاباجيرو سينا يا ولد الناس كتهضر لي مع ايمان بودير. هاي هاي بقاش هنا ايمان بودير، ما كتقاش ايمان بودير، الانسانه اللي جايبه معايا من الاوائل في الصفحه، انسانه من اطيب خلق الله، ادب واخلاق، رغم يعني الحاله ديالها الصحيه الان، لان كانت انسانه عاديه تعرضت لاكسيدون اللي عمل لها الشلل، يعني الجسد ديالها كامل مشلل، كيخدم غير عنق الفوق وحتى الاصابع ديالها كيخدم نصبع واحد، الجنتين وتهضر معاها بداك الاسلوب. انا ايمان بودير قبل مني عاد نجي انا موراها الباب الزنقه سيدي الفاضل، يلا تقعدنا عند الباب. قليل الادب، ما كتحشموش، ما كتوقروش، يعني كتدخلوا عند الناس كتهجموا عليهم، ما عندكم البروتوكولات، ما عندكم اتاكيتات، ما عندكم سياسه ديال الجلوس والاحترام والصمت، يعني والسكوت والانصات، هادشي كامل ما عندكمش الله يسر. هذه التربيه، لان التربيه ما كايناش، ملي كتنعدم التربيه والقدوه الحسنه فيعني سنرى هاد النماذج هادو، يعني والله حتى المكانه ديالهم اقل من الحشرات.
دابا المشكل هي المراه اللي بقعت يعني بهاد لامود وهاد شعر بلاستيك. كاين عاود المراه اللي دخلت في الزواج تزوج بهذاك الراجل وصل للزواج كتجي للدار باقي خصها تطبق عليه داك الشيء يعني بحال الخدمه ديالو كامله خصها تمشي لها في المكياج وتمشي لها في وكيف غيعمل هذا الراجل باش يزيد معاك انت بعدا فين غيزيد تخليه بالجوع باش ما كنتي وجهك نوتي كيقول استطاع تشري الماركه والحج لمن استطاع اليه سبيلا. انا عندي اسباب علاش قلت الحج لمن استطاع اليه سبيلا. نعم هذه انا ماشي قلتها قال الخالق، ولكن انا الحج كنت غادي نمشي عامين، ولكن ملي جات كورونا وقفنا معنا فين نمشيو للحج، ولكن ان شاء الله غادي نمشي هذا العام اذا تفتح الطرقان وداك الشيء غادي نمشي العمره ماشي الحج. ماشي مشكل. ودابا نوبتي جايه الباب زنق. يلا السلام عليكم وسير تنعسي. سالي مجد من جوج دليل يا ربي درت على جنيباتك وتستفرق الطاقه السلبيه في النوم ديالك وفي الاحلام المرعبه اللي تجيك ان شاء الله في الليل اللي ما تقدرش تنعس تبقى فايقه معاها باب زنقه. ياسين شكرا بارك الله فيك. اذا المراه ملي كتزوج كتبغي تطبق داك القاعده ديالها على الزوج ديالها، يعني في كلشي. الراجل كيكون راس ملي كيتزوج معاها كيجبر راسو في الارض. كاين الناس بعولهم حتى الديار ديالهم باش يمشيو على لا مود ويمشيو على لا مارك. Allô. Allô, ça va? Comment tu passes la journée bien? Je continue à céder. Tu parles français bien, tu parles pas français, je parle arabe. Là, je suis bien, mais quand on parle français ou la chinoise, je continue à céder, je continue à céder. انا واحد السيد عاد دابا بلوكيتيني في اللايف. ايوا هبط يلا حتى من هنا غادي نعمل لك زول لقاء هبط سير الله يعاونك. انا واحد السيد دابا عاد بلوكيتيني في اللايف ونبلوكك على باقي عاد زايد داخل عندي الواتساب ديالي وما كتحشمش. جير اوت. اجي بعد هذا من الميريكان ما جيت تبارك الله. انا هاد الميريكان يعني ما عرفتش واش ما عندهمش العقل ولا كيفاش. ناتي انا نشوف مع هذا بعدا نعمل له البلوك باش ما يبقاش يصدع لي مخي. غادي نعمل لك البلوك صافي الواتساب. يعني هولد ون ميزات تي باغ الاغاب ولا تي باغ انت واقيلا من كندا ياك بلاتي نشوف هاد المصيبه هاد الكارثه هادي هادو من كندا هادو هاد الفضيحه العظمى هادي بلاتي نشوف هنا قال لي تانكيت نو انا جو مانكيت با بوكوا جو في انكيتي سي توا كو دوا اتر انكيت يلا 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 باقي كيكتب كيكتب ها البلوك زولك باب زنقه جو ريسي با لي ميساج دي كونار et des gens pardon pour les gens comme vous yalla bas zanqa tu peux sortir ma htach tdkhlou عندي الواتساب الا ولا كنتكم هنا ما حتاش تجيو الواتساب الله يعاوني ويعاونكم يعني علاش باقيين كدورون عند الواتساب يعني غادي عندي الواتساب زعما غتقنعني باش ماشي كل كونفاك يعني باش نفتح لك انا لا هذا لا احترام واجب يا سيدي الفاضل انتي ما احترمتيناش هنا امام الناس الف ديال الناس جالسه وما احترمتيش نفسك وجايين عندي انا بوحدي في البريفي ديالي تهضر معايا واش من نيتك زعما اللي ما كيحترمش في الجماعه ما غيحترمش مع الفرد. نسينا دابا عايش في كندا وهذيك الفرنسي اللي كتهضر بها تو بارل فرونسي و تو بارل اغاب تو بارل اغاب حتى هاد الدول اللي كيقبلكم نتوما يا المصائب وكيدخلكم من البلدان ديالهم راكم شوهتوا بهم قسما بالله العلي العظيم ما كيحشموش تو بارل فرونسي. اذا اللي بغينا نقولو هي سيده ملي كتزوج وباقي خصها تمشي على هاد المظاهر هادي ترد بالها واحد شويش لان هذا الرجل هذا ما يمكنش نتعداو عليه وحنا غادي نخليوه هي كاين اللي كيبيع الطونوبيل ديالو كيبيع الدور ديالو كاين اللي كيعمل كريدي كاين اللي كيسلب باش يرضي هاد المراه. سيدي الفاضل بلا ما تخرج الكريدي من البنك على هاد الزوجه هادي لان انا غادي نقول لك واحد الحاجه دابا الرجال خصهم يسمعوني وحاولوا دعموا البارطاج للرجال باش يفهموا
هذه كتدخل في مجال الاقتصاد. نسين عندك واحد المدخل، ياك عندك واحد المدخل اكس، لا ما نسميوهش انه هو هاد السيده عندنا متطلبات اكثر من اللازم، نسين مربوط فيها، مغروم فيها، عاشقها الى ما غير ذلك، وباغي ترضيها ماشي مشكل، غادي تمشي تخرج لي من البنك اكس على بريم اكس فاتحه من الفوق، واحد المقدار غتخرجو من البنك ياك، ما كاين حتى مشكل باش ترضيها. هاد اكس بريم غتعطيه لها، باش هي المتطلبات الزائده والزائفه اللي لا هي هي الشهر اللي ماجي خاصها اكس دو بريم، خاصها اكس بالفتحتين من فوق، ما بقاتش خاصها اكس وحده. ونتي عندك داك المدخول اللي كتدخلو شهريا ثابت، عاود غترجع للبنك تعمل قرض اخر. هذه انا كنصحك، هذه ماشي زوجه وماشي ام باش تقول للاولاد، هذه هي ركبها الشيطان، طلقها تبقى مع الشيطان ديالها، ولا ركبها حتى عفريت. انت ما قدك على هذه المشاكل وخرج من الباب الواسع، لان حد ما له باقي ما كاين لا اطفال لا والو، وما تغرقش راسك مع البنوك في سبات امراه اللي باغيه تزيف المظاهر باش ترضيها، لان الرضا ما كيكونش بالماده. الرضا تقدر ترضيها بزاف ديال الاشياء اللي هما عندك كجوهر ديالك يا سيدي الفاضل، لا داعي حتى تكون الماده باش نرضيو احنا النساء ديالنا. اذا قبل ما تخرج لك الفلوس من البنك الشهر اللي ماجي غتحتاج حاجه، عرفتي علاش غتحتاج حاجه اخرى؟ انا غنقول لك السي محمد نسين باقا مقلوب عليك القفه، السيده ماشيه مع الموضه، الشركات انا غنقول لك كيفاش كيخدموا. هاد الشهر كندرسوا على واحد البلانين، غنخرجوا هادي في هاد اللون، الشهر اللي ماجي غنخرجوا في شكل، الشهر اللي زايد غنخرجوا في حاجه، احنا ماشي داكشي طالع، داكشي طالع، النظام الاقتصادي المالي ماشي طالع، البوبليسيتي ماشيين طالعين، كلشي. هاد المرة الخرسي عملنا له يدو هيدا، المرة اللي ما جا غنعملو الخريسي راه بهاد الشكل هذا، هي تبع داك الشيء، إوا تبع فيها، تبعتي في الخلا هاد الساعة هادي. ها محتاج تخرج الفلوس من البنك عليها باش ترضيها، هادي ما غاتسرضى لا هاد الشهر، ولا الشهر اللي ماجي، ولا الشهر اللي موراه، لأن هي أصلا ماشا يعني عندها واحد الفيس، رجع فيس هذا بالنسبه ليلى، ان اي حاجه خرجت هي الحاجه خصها تكون عندها، اول وحده خصها تكون عندها ديك الحاجه، انت ما غتقدش على هذا السوق، هذا سوق كبير دخلتي له، وإلا ما لبيتيلاش الطلب ديالها هي بدا غتمشي بحالها، اللهم تخليها تمشي بلا ما تخرج لا قرض ولا هم يحزنوا. جيهان باري باري زلق والباب زنقة. يلا سير دنعس بنتي. أمير حتى هو الباب الزنقه، لان احنا قلنا هاد الصور هادو بهاد لي زيماج اللي كنحطو هنايا، فاحنا كنبلوكيو الناس عليهم. هاد النوع ديال هاد النساء بعد ما ريك يتزوجوا برجال اللي هما شويش ميسورين ميديوم، ولكن هاد الراجل ماشي من عائله فقيره، انه غناه الله، لان اما بتجاره او قرا وصل ومنصب، ان شاء الله وصل واحد المنصب عالي، فالله يعاونه الله يزيده، ولكن هنا هي ملي كتجي من المتطلبات ديالها الكبيره هو ما كيقدرش يعاون الناس، كيوقف من مساعده الناس، ربما عنده اخته مطلقه وعنده اولاد، ربما عنده ام ديالو اللي الاب ديالو مات وهو صغير، بقى ديك الام مسكينه كتسنى حتى يكبر ذاك الولد، وانت هنا كتربح 3 المليون ولا كتربح 2 المليون ونص، والام ديالك ما قدرش تعطيها حتى 1000 درهم في الشهر، لان مراتك خصها تشري العكار دي ديور، الشهر اللي ما جا خصها تشري الفغاغوش شانيل، الشهر اللي ما جا خصها تشري البارفان دي كارولينا اريرا، الشهر اللي مورا خصها شانيل 5، الشهر اللي مورا خصها جادور، الشهر اللي مورا خصها الصباط ديال دولتشي غابانا. من أين لك هذا يا سيدي؟ أين هما الأخلاق؟ أين هي الأم اللي تعبت وربت وكبرت وحفظت عليكم إلى أن وصلتوا؟ تمام، ملي وصلتي بغيتي نتينا تبع الشعر البلاستيك وتبع هاد الكارثة هادي وتقطع على الوالدة ديالك للأسف، وهادو حنا عندنا بزاف رجال مناصب والأمهات ديالهم مرميين، والزوجه ديالو كتخرج بحال منيقه للزنقه، الله ما غتجبرش فين دابا في القبار ديالك، وانت هنا غتشوف ولادك غيتسرشوا، لا ما كاين لا قرايه لا والو، 18 غيبدا في الغبره ابنك، وفي الشرب الكحول والمشاكل وسطاء والغراج، عندك داك المنصب ماشي باش تخدم المجتمع وتخدم الامه،
باش تخدم غا ولادك، لان دائما جايبين لك المشاكل. كل نهار خصك تعيط ليتا للناس اللي هما في هاي بوست باش ضربوهم وقول لهم الله يرحم الوالدين، شوفوا لي معدني، الله انا مزاوك غطي غطي الصار الصار. هذه ماشي خدمه، هذه شفت شنو عملت لك شعر البلاستيك؟ طلقت لك الهاي شمايش شعر البلاستيك لان ما رباتش ولادها. جالس كتقابل لاموند وشعر البلاستيك وضفر البلاستيك والحوايج البلاستيك والشعر البلاستيك، وطلقت لك هاد البامبينوس هاد المصائب هاد الكوارث هاد لي كلوشار طلقتهم لك وانت واحل معاهم. المنصب ديالك دابا فقط من اجل ضعيط الناس اللي هما في المستوى ديالك تطلب منهم وضغط فيهم وتزوق فيهم. غتخلينا انتينا المجتمع وتخلينا كلشي باش تقابلنا انتينا هاد الولاد اللي عملتي. هادي ماشي مصيبه، هادي واحل. وحتى المنصب ديالك خايب بلا كيجرو عليك، لان الا جرو عليك منه هادوك الوليدات اصلا غيدخلوا لداخل. لان يعني خصكم تعرفوا واخا كتكونوا في المناصب، النهار اللي كتخرجوا من المناصب ما كيعقل عليكم حتى واحد، كاين ولا ما كايناش. هنا باش تعرفي ان النهار اللي كندخلوا حنا المنصب وكنقوموا بالواجب وكن يعني كنعطيو لكل حق حقه، ربي ما كيخيبناش، كيخلينا معززين مكرمين من البدايه الى ان يلت الله الارض ومن عليها.